شكون هما الناس اللي خدام على CSS؟ في هذا الفيديو غنديروا واحد الوصف اللي هو دقيق على شكون هما الناس ولا الاطراف اللي كيخدموا على اللونغاج اللي هو CSS. تقدر تصادف مع هذا الاختصار اللي هو WG، الاختصار ديالاش ديال الوركينغ جروب. من كنقولوا وركينغ جروب، واحد المجموعه ديال الافراد اللي خدامين على شي حاجه. اوكي، وركينغ جروب بعدا من الناس كيتكون من مجموعه ديال الافراد، ويقدر يكون اورغانيزم. يعني كمثال هنا عندنا مجموعه ديال الافراد، ولكن هاد الثلاثه كيشكلوا لنا واحد الاورغانيزم. يعني الوركينغ جروب الغرض الرئيسي ديالو هو ثلاثه ديال الحوايج في هاد الحاله ديالنا. اول حاجه هما كيخدموا على اللونغاج اللي هو CSS. CSS ما كيتعتبرش لونغاج وحده اونتيتي، كيتعتبر لونغاج في واحد المجموعه ديال لي موديول. CSS ما فيش لي فيرسيون، في دي موديول، وكل موديول في واحد المجموعه ديال لي نيفو. دونك هاد الوركينغ جروب الغرض الرئيسي ديالو هو كيخدم على اللونغاج اللي هو CSS، وكل واحد فيهم ولا مجموعه منهم كيخدموا على اللونغاج اللي هو CSS ولكن في دي موديول. ومن كنقولوا CSS specs يعني السبيسيفيكاسيون، هاد السبيسيفيكاسيون كيكتبوهم هاد الناس. يعني الا كاين شي تحديث على نيفو ديال اللغه اللي هي CSS، هاد الناس هما اللي كيتكلفوا بهذا الشيء، وكل واحد فيهم ولا كيف ما قلنا مجموعه منهم كيتكلفوا بواحد الاطراف في هذاك CSS ولا نسميهم modules باش يديروا شي تحديثات عليه ولا تغييرات. دونك هذه بالنسبه للمين ميشن ولا الميسيون رقم واحد، هذه هي الميسيون الضروريه واول حاجه اللي كيتكونسونطراو عليها. الوركينغ جروب عندهم خدمه واحده اخرى، دونك كاين بعض الناس منهم اللي كيكتبوا دي زارتيكل ولا مقالات. هذيك المقالات الغرض الرئيسي منها هو هذيك التحديثات اللي طرات على الموديولز ولا اي تغيير اللي كيطرا على اللونغاج اي بار منه، دونك يحاولوا يعطيونا بعض المعلومات عليه. البلوك بوبليك، مدونه اللي هي بوبليك. ثالث حاجه هي الايشوز ليست، ومن كنقول ايشوز يعني مشاكل. ديك المشاكل اللي كيحاولوا كوريجيوها ما حد جات مع الدمن مع الامبلمنترز. الامبلمنترز هما كمثال متصفح ولا اي طرف واحد اخر اللي غادي يحاول امبليمونتي اللونغاج ويشوف المشاكل اللي فيه. هاد الايشوز ليست وكاع المشاكل كاينين في واحد الجيت هاب ريبو غادي نشوفوهم من بعد. هادو كاملين كيحطوهم هاد الوركينغ جروب اون نيفو ديال واحد الجيت هاب ريبو، ويقدر اي واحد يكولابوري فيه. دونك الوركينغ جروب الغرض الرئيسي منه هو ثلاثه ديال الحوايج كيف ما قلنا هنا. اول حاجه هما الابديت واي حاجه اللي خاصه بموديولز اون نيفو ديال اللغه اللي هي CSS. ثاني حاجه هي المدونه وكتكون بوبليك، وثالث حاجه مشاكل اللي عندها علاقه باللغه وكتكون في واحد الجيت هاب ريبو. هاد الكومونيكاسيون ما بين الوركينغ جروب فين كدوز؟ دونك هاد التواصل ما بيناتهم واش كيكونوا في واحد البلاصه وحده؟ لا، يقدروا يكونوا في بلايص اللي هي مختلفه. غير هو هاد التواصل كيدوز عن طريق واحد الميلين ليست، يعني كيتواصلوا عن طريق الايميل، وهاد الميلين ليست بابليك، يعني اي واحد يقدر ياكسيدي ليها ويشوف اشنا هو داك التواصل اللي داز ما بيناتهم. دونك يتواصلوا عن طريق الايميل، وهذوك الايميلز بابليك، اي واحد يقدر ياكسيدي ليهم. وفي هذوك الميلز كيحدوا اما المشاكل اللي طراو او نيفو ديال اللغه ودوك لي كوريكسيون اللي غادي يديروا. شوفوا دابا الليست ديال الافراد اللي كيشكلوا الوركينغ جروب. عندنا هنايا واحد مجموعه ديال الاسماء، وكل واحد فيهم خدام في واحد لورغانيزاسيون، اما خدام في اونتربريز. كمثال هنا كاينين اشخاص خدامين في ابل، كاين اللي خدام في جوجل، كاين اللي خدام في دبليو 3 سي. دونك مجموعه ديال الافراد عندنا هنايا كلهم كيشكلوا هذاك الوركينغ جروب اللي خدام على CSS. حاجه ثانيه شنو قلنا؟ قلنا كاين واحد ايشوز ليست، واحد مجموعه ديال الزليمون، كل واحد الى خدام على واحد الموديول، كاين واحد الجيت هاب ريبو. دونك هذاك الجيت هاب ريبو فيه كاع المشاكل ولي كوريكسيون اللي خدامين عليهم او نيفو ديال اللونغاج. دونك الى مشينا هنايا غنلقاو واحد الجيت هاب ريبو فيها هما الكونتريبيوتورز، هنايا هما اللي كيشكلوا هذاك الوركينغ جروب، وكل واحد فيهم خدام على واحد الموديول. الى درنا كمثال فليكس بوكس، غنشوفوا هنا بان كاين واحد الدوسي فليكس بوكس وخدامين عليه. الى مشينا للهيستوري نلقاو واحد المجموعه ديال الكوريكشيف، واحد المجموعه ديال التغييرات اللي طرات على هاد فليكس بوكس لي اوت موديول خدامين على سبيكس ديالو. ثالث حاجه عندنا هنا هو البلوغ. قلنا بانهم كيخدموا على البلوغ وكيكتبوا بعض المقالات باش كيعطيونا تحديثات. كاين هنايا مجموعه ديال المقالات اللي كتعطينا تحديثات على اللغه الى بغينا ناخذ واحد الفكره عامه على هادشي. فين قلنا كيدوز هذاك التواصل ما بين هاد الاطراف ديال الوركينغ جروب؟ قلنا عن طريق واحد الميل ليست اللي هي بابليك. نشوفوا فين كاينه. عندنا واحد الموقع هنا فيه واحد المجموعه ديال لي زيميل، هذا الارشيف ديال لي زيميل اللي دازوا ما بين الاطراف ديال الوركينغ جروب كيدوا فيه على تحديث ولا على اي حاجه اللي غادي تطرا على اللونغاج اللي هو CSS. كمثال هنا الا كليكيت على ماتش غادي نشوف بان كاين واحد المجموعه ديال لي زيميل وحتى الاشخاص اللي خدامين على هاد سبيكس او اي حاجه اللي كاينه في هاد الجيت هاب ريبو كتحديثات. دونك الا رجعت هنا وكليكيت على اي ايميل كمثال هذا غيبانوا لي هنا واحد المجموعه ديال الزليمون اللي كيخصوا هذاك المحادثات ما بيناتهم. دونك اي حاجه هنا كتحط بابليك غير باش ناخذوا واحد الفكره رئيسيه على كيفاش دازت هذيك المحادثات بالنسبه للتحديث ديال CSS. يعني الميلز ديال المحادثات ديال الوركينغ جروب هي محطوطه بابليك، وهذا هو الارشيف ديالها. كخلاصه هنا الوركينغ جروب خدامين على واحد اللونغاج اللي هو CSS، كل طرف فيهم خدام على موديول باش كيحددوا هاد سبيكس، وهذا الشيء كامل كيطرا في واحد جيت هاب ريبو، وكاين اللي فيهم كيكتب مقالات باش يعطينا تحديثات على اللغه.